لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث اليمني ياسين تميمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، تحية لكم. بعد توقف دام عامين يعود اليمنيون من جديد إلى طاولة المفاوضات، ما الجديد الذي ستقدمه هذه المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن؟ الجديد في تقديري هي أن هذه المشاورات انعقدت بعد سنتين من اليأس من إمكانية العودة إلى مسار السلام، ولكن أيضا ليس هناك أمل يمكن أن يعقده المراقبون أو اليمنيون على إمكانية خروج هذه المشاورات بنتائج توصل اليمنيين إلى السلام. هناك تمترس حول المواقف ذاتها من الجانبين، هناك محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام، هناك محاولة لتثبيت الأمر الواقع. هذا الأمر للأسف يتم من قبل الأمم المتحدة من خلال المقترحات التي تطرح هنا تحت مسمى بناء الثقة، عندما تطرح فكرة أن يستلم الموظفون الخاضعون لسلطة المشية مرتباتهم من البنك المركزي، وأن يتم الإشراف الأممي على ميناء الحديدة. وكل هذا يؤجل أو يطيل من أمد بقاء اليمن مشطرا، ويعيد توزيع نفوذ الدولة بين الأطراف المتصارعة. هذا من شأنه أن يبقي الوضع على ما هو عليه، واليمن بلا استقرار، واليمن بلا أمل في استعادة السلام. الهروب من المرجعيات الواضحة للسلام أعتقد هو الذي يبقي الحرب قائمة حتى هذه اللحظة، هو الذي يبقي دورة العنف مستمرة حتى هذه اللحظة. لا تريد الأطراف أن تعترف بذلك، وتريد الأمم المتحدة أن تعترف بذلك، والسفراء الذين يمارسون الضغوط على طرفي المشاورات أعتقد أن هدفهم هو نفسه الذي كانوا يريدون تحقيقه في الجولات السابقة من المشاورات، وهو إجبار الحكومة على القبول بفكرة الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية قبل التخلص من الأسلحة وقبل إنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء والمدن التي سيطروا عليها. وهذا أمر خطير جدا، لأن سيد ياسين يعني يرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي كان الطرف الأساسي الذي عطل إنجاح أي مفاوضات سابقة. إلى أي مدى تعتقد أن الضغط الدولي هذه المرة سينجح في بناء الثقة لإتمام اتفاق ما لهذه الأزمة وأيضا التزام الحوثيين به؟ أعتقد أنه إذا لم يذهب الضغط الدولي باتجاه إعادة الأمور إلى نصابها، بمعنى تهيئة الأجواء للانتقال إلى سلام شامل في اليمن، وهذا الأمر طبعا لن يتم إلا من خلال تطبيق القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن وخروجهم من المؤسسات وتسليمهم السلاح. لا يمكن بدون إنجاز هذه الخطوات أن يتحقق السلام في اليمن. الحوثيون يصرون ومن خلفهم أيضا أطراف غربية على الذهاب إلى التسوية إلى 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 الخط السياسي، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية. في حال تشكلت حكومة وحدة وطنية سوف تنتقل إليها المرجعية السياسية الشرعية في البلاد في الوقت الذي يبقى فيه الحوثيون أقوياء بما فيه الكفاية للإنقضاض على هذه السلطة دفعة واحدة كما فعلوا في عام 2014، وبالتالي سنجد اليمن يدخل منعطفا خطيرا، وربما يدخل الحرب الحقيقية التي لم تندلع بعد. يتساءل كثيرون أيضا عن هذا التناقض لدى المجتمع الدولي في تعامله مع ميليشيا الحوثي كطرف يوازي الشرعية اليمنية، وهو يفرض من عليها من جهة أخرى عقوبات باعتبارها ميليشيات إرهابية. كيف تفسر هذا التناقض؟ فيما يتعلق بالعقوبات أعتقد أنه لم يعد لها أثر، يعني العقوبات هذه اتضح أنها ليس لها أثر وكذبة كبرى. يعني الاتصالات السياسية القائمة بين منظمات الأمم المتحدة وبين السفراء من جهة والحوثيين من جهة أخرى هي أنشط بكثير من تلك التي تقوم أصلا بين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية. المنظمات الدولية حتى هذه اللحظة لا تزال تتواجد في صنعاء وتقدم أوراق اعتمادها للسلطة الانقلابية في صنعاء. ليس هناك عقوبات، ليس هناك حصار على الحوثيين، هناك تدليل أكثر من اللازم، حتى أن الحوثيين ذهبوا إلى ستوكهولم ومعهم وفد كبير جدا اعترضت عليه الحكومة. الحكومة ذهبت ب 12 شخص فقط، لم يكن لديها مرافقين إعلاميين ولا خبراء مرافقين كما هو بالنسبة للحوثيين. اكتشفوا أن الحوثيين ومرافقهم يصل عددهم إلى 42 شخصا، جاءوا على متن الطائرة التي أقلت المبعوث الأممي. هذه مشكلة كبيرة، بينما الحكومة اليمنية ذهبت ب 12 شخص. من الواضح أن الذي يخضع للحصار اليوم من جانب المجتمع الدولي هي الحكومة وليس الحوثيين. لهذا الضغوط الدولية إذا لم تتجه
إلى المسببات الأساسية للعنف وللاحتراب الذي يشهدها اليمن في هذه المرحلة، فأعتقد أن لا سلام يمكن أن نشهده خلال المرحلة القليلة القادمة. ربما هذا السلام نتحدث عنه خصوصا لما نتابع تقارير الأمم المتحدة التي توشك على إعلان ما يحدث في اليمن كأسوأ مجاعة إنسانية. برأيكم كيف ستنعكس هذه الأزمة الإنسانية على ما يجري ابتداء من اليوم في السويد؟ طبعا هناك نوايا أممية مبيتة لتصويب زاوية الرؤية إلى اليمن، باعتبار أن الحرب أدت إلى أزمة إنسانية كارثية لم يشهد لها العالم مثيل خلال هذا القرن. طبعا المسألة هي نوع من ممارسة الضغط لإنهاء الحرب، ولكن كيف يمكن أن ننهي هذه الحرب في اليمن؟ هناك ضغط من جانب المجتمع الدولي لوقف الحرب بالإبقاء، وإذا ما تم ذلك سوف تبقى المعطيات على الأرض على هذا النحو، حوثيون يسيطرون على جزء مهم من البلاد، منطقة أخرى تخضع للسلطة الشرعية ولا تخضع لها في نفس الوقت، بل تخضع إلى 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 ميليشيات مسلحة دعمتها الإمارات وتعمل خارج خط الدولة. سوف نجد مشهدا يمنيا مرتبكا ومهيئا لاندلاع موجة عنف أوسع مما هي عليها اليوم، ويمكن أن تتسبب في كارثة حقيقية تتجاوز تقديرات الأمم المتحدة. لهذا ليس المهم اليوم المبالغة في تقدير الأثر الإنساني لهذه الحرب، بل الضغط باتجاه إنهاء هذه الحرب، لكن قبل ذلك إنهاء مسببات الحرب. ليس المطلوب أن ينسحب التحالف دون أن يقوم بواجباته كاملة على الأرض اليمنية ومساعدة اليمنيين على استعادة دولتهم، وإلا فإنه لا يختلف عن الحوثيين وهو كذلك كما رأينا خلال الفترة الماضية. هذا يقودنا أيضا للحديث عن تدخل الإيراني في اليمن ودعمهم لميليشيات الحوثي. إلى أي مدى تظن أن هذه المحادثات الجارية اليوم في السويد ستخرج بحل للحد من الدور الإيراني في اليمن وتخفيف جزء من الأزمة؟ في ظل ما نرقبه الآن والضغوط كيف تتجه من خلال هذه المشاورات، سنجد أن هذه المشاورات تثبت المصالح الإيرانية في اليمن. إيران هي المستفيدة الأكبر مما جرى في اليمن منذ عام 2014، واليوم هناك من يريد تثبيت المصالح الإيرانية في اليمن. طبعا إيران لعبت دورا سيئا فيما حدث لليمن، هي التي دفعت بالحوثيين إلى القيام بما قاموا به، لكن أيضا إيران استفادت من الأخطاء الكارثية التي تورطت فيها أطراف إقليمية وفي مقدمة تلك الدول اليوم التي تدخل على خط الحرب في اليمن تحت مسمى دعم الشرعية. إيران محرض طائفي كبير جدا في هذه المنطقة، وهي تتحمل مسؤولية كبيرة عن دورة العنف الكبيرة التي تعصفه اليمن في هذه المرحلة، لكن المطلوب اليوم هو إنهاء مسببات الحرب، وإذا ما تم إنهاء مسببات الحرب فأعتقد أن إيران سوف تنتهي وسينتهي أثرها في اليمن. إذا تحدثنا عن الحكومة اليمنية، ما هي أهم الخيارات التي في يدها في حال فشل مفاوضات السويد؟ وتابعنا التصريحات التي تقول فيها الحكومة اليمنية بأن هذه الفرصة تبدو أنها الأخيرة. أنا أعتقد أن القرار 2216 طبعا صدر تحت الفصل السابع، وهو إذا لم ينفذ فالمطلوب هنا استخدام القوة. هذا الأمر متاح لدى الحكومة ولدى التحالف، والمطلوب أنه إذا ما فشلت مشاورة السويد أن تستمر المعارك العسكرية وبأسرع وقت ممكن وبشكل حاسم، ليس بالوتيرة التي تجري الآن، لأن التحالف اختار وتيرة محبطة هي التي استدعت كل هذا الضغط الدولي. المطلوب هو إنهاء نفوذ الحوثيين العسكري في الحديدة وفي المدن الرئيسية، وبهذه الطريقة أعتقد أنه يمكن للحوثيين أن يعودوا إلى طاولة المشاورات كطرف سياسي ليس بيده مقاومة القوى التي يمكن أن تغير موازين القوى أو تنصب قوى سياسية معطلة كالتي نشهدها في لبنان. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث اليمني ياسين التميمي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول التركية.